مرحبا بكم. الرئيس المصري حسني مبارك يستقبل بعد ظهر الخميس في شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في سبل إحراز تقدم في عملية السلام المتوقفة حاليا ومواضيع ثنائية على ما أفاد مسؤول إسرائيلي. رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية يتهم واشنطن وتل أبيب بمنع المصالحة الفلسطينية، ويقول إن لدى حركته حماس رغبة في كسر الجليد، مستشهدا باتصاله هاتفيا بالرئيس محمود عباس لتعزيته بوفاة شقيقه. خبير جنائي مصري يقول إن مفجري كنيسة الإسكندرية 3 وإن أحدهم ما يزال حيا، وسكرتير البابا شنودة الثالث يقول المسلمون إخواننا ومرحب بهم في أي كنيسة داخل مصر لحضور قداس عيد الميلاد مساء الخميس، ونحن نرحب بالعيش المشترك. السفير الأمريكي في ليبيا جين كريتس يعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع حكومته بشأن ما إذا كان سيعود إلى طرابلس أم لا، بعد أن صار عمله في مهب الريح في أعقاب تسريب موقع ويكيليكس مراسلات دبلوماسية بتوقيعه أثارت غضب حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي. منظمة الأغذية والزراعة الدولية تقول إن أسعار المواد الغذائية في أنحاء العالم قفزت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل بسبب التغيرات المناخية، وإن من المرجح أن تستمر في الزيادة. المنتج اللبناني محمد ياسين يعلن التعاقد مع الممثل المصري العالمي عمر الشريف للقيام ببطولة فيلم إشاعة واحدة لا تكفي، المستوحى من قصة فيلم إشاعة حب الذي قام الشريف ببطولته قبل عقود بمشاركة هند رستم والراحلين يوسف وهبي وسعاد حسني وعبد المنعم إبراهيم. أخيرا في هذا الموجز، رجلان صينيان في 53 و 57 من العمر يدخلان مسابقة بهدف تحطيم الرقم القياسي في الصمود بالجسد العاري وسط مكعبات من الثلج تبلغ درجة حرارتها 10 تحت الصفر لأطول فترة ممكنة، وقد فاز أكبرهما عمرا وهو جين سينغهاو بصموده تحت الثلج لمدة ساعتين بفارق 5 دقائق عن منافسه. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتهم ودمتم بخير.